اهلا بكم اعزائنا المشاهدين ورجعنا لكم بعد الفاصل والحقيقه النهارده زي ما قلنا لكم ان هو يوم حافل جدا مليان ثقافه تاريخ مليان رحله او هنسافر رحله الرحله دي هنتعرف جوانب كتير قوي في حياه كني... في حياه وتاريخ بطاركه الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه بيسعدني ويشرفني ان انا اكون موجود مع الكوموس يوسف تدرس الحومى استاذ تاريخ الكنيسه وعلم المخطوطات وعضو لجنه التاريخ القبطي والحقيقه آه قدس ابونا آه يمكن آه اللي يقعد مع قدس ابونا هيعرف دي ابونا مليان كنوز محتاجين نتعلم منه دايما زيك يا ابونا عفوا استاذ جورج اهلا بحضرتك وبالناس كل المشاهدين صباح الخير صباح البركه يعني يمكن النهارده يومنا هيكون مليان كنوز يعني و ويمكن هناخد من قدسك بقى كل الكنوز دي ف... اكيد سيارة البطاركة بتدينا يعني دفعة قوية بتدي, بتدي اليوم كله بركة امين طيب يعني خلينا نبدا من اول ازاي تاسست كنيسه الاسكندريه مم. كنيسه الاسكندريه لها مستين مش موجودين عند اي كنيسه في العالم كله الميزه الاولى انها الكنيسه الوحيده التي تاسست بنبوه في الكتاب المقدس نبوه في الكتاب المقدس دي مش موجوده عند اي كنيسه في العالم كله النبوة دي كلنا عارفينها اللي موجودة في سفر أشعياء صح 19 ويكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخومها طبعا في نظرة اليهودي المسبح لا يوجد إلا في أورشليم فقط وفي الهيكل فقط لكن كن يتقال في نبوة أن في مسبح آخر فده لا يعني إلا المسبح الجديد في العهد الجديد مسبح المسيحية وده طبعا تم فعليا وحرفيا ومعنويا حرفيا انه ينطبق على المسبح الذي يتوسط ارض مصر من شمالها لجنوبها الواقع في الدير المحرق اللي هو نفس الحجر اللي قاعد عليه السيد المسيح اثناء زيارته آآ آآ لمصر في اثناء الهروب العائله المقدسه. ومعنويا يعبر عن الكنيسه المسيحيه. وعمود للرب عند تخومها تخومها يعني الحدود. والحدود هنا اقصى الشمال مقصود بها اسكندريه اللي هي مركز الكرازه المرؤوسيه. فعمود للرب يعني منارة ال الكنيسة الأسكندرية اللي هتشع شمالا وجنوبا وكل أنحاء المسكونة وده التاريخ اللي بيسجله لكنيستنا وآباء كنيستنا ومدرستها اللاهوتية وموقفها في المجامع وموقفها ضد الهرطقات وموقفها في التفسير يعني تاريخ كبير قوي الميزة الثانية اللي تميز كنيسة الأسكندرية هي أنه لجوء العائلة المقدسة إلى مصر طبعا ده بركه خاصه لارض مصر موجوده بركتها لحد النهارده لكن اشير بس النقطه في تحركات العائله المقدسه انها هنلاحظ انها مشيت من رفح شرقا حتى بريه شهيد غربا ومن مناطق الشرقيه اللي هي بلبيس وفقوس والحته دي شمالا الى اسيوط جنوبا لو بصينا الخريطه في التحركات دي هنلاقيها عملت صليب تمام دي بركه خاصه بركت بيها ارض مصر ومن هنا لما بزغت شمس كنيسة الإسكندرية كانت شمس قوية جدا وأنارت على المسكونة كلها. م. حتى إنه لما كان بابا الإسكندرية يلجأوا إليه في حل القضايا اللاهوتية أطلق عليه أنه ثالث عشر الرسل. ثالث عشر الرسل. م. لأنه هو خليفة أحد رسل المسيح اللي هو ماري مرقص. وفي نفس الوقت أطلق عليه قاضي المسكونة. قاضي المسكون ودي أوكي. ألقاب تاريخية محفوظة لباب الأسكندرية من عصور قديمة وعهود قديمة طيب. وطبعا الفضل بعد ربنا إلى نشأة الكنيسة في مصر إلى كاروزنا كاروز الديار المصرية القديس ماري موروس ماري موروس طبعا احنا عارفينه وعارفين بشرته كيف دخل الأسكندرية وإزاي الأبواب كانت مقفولة لكن لما رفع قلبه ربنا ربنا فتح له عن طريق الصندل يعني انا بعتبر ان ده الباب البسيط جدا اللي لا يخطر على بال انسان انه عن طريق الصندل ولما اتقطع وراح للإسكافي عشان يصلحه وطبعا القصه معروفه بتاع المخراز لما عدى في صباعه قال ايه وربنا كمان فتح القلب واتقبلت البشاره المسيحيه وتاسست الكنيسه المسيحيه من هذا الوقت. هم. طب هل يعني اما دخل القديس العظيم ماركوس هل ما كانش فيه مسيحيه خالص في الـ في, الـ في مصر او في اسكندريه؟ لا هو من العجيب انه المسيحيه موجوده من قبل موروس المسيحيه في مصر موجوده من قبل موروس يعني لما نقرا في سفر اعمال الرسل اصحاح اثنين على الجنسيات اللي كانت موجوده يوم الخمسين وقبلت العماد من الرسل ومن بطرس بالذات هنلاقي حوالي 15 جنسيه من ضمنهم ناس من مصر. مم. إذا من يوم الخمسين من اليوم اللي بدأت فيه الكرازة والمسيحية في ناس مصريين المسيحيين مم. كمان عندنا في أثناء هروب العائلة المقدسة لمصر قديس احنا بنعتبره من أقدم القديسين قديس ودامون الأرمنتي مم. وده ليه تذكار في السنكسار بتاعنا في شهر مصر انه تقابل مع العائلة المقدسة جه من أرمنت أرمنت في صعيد مصر الجنوبية وقابل السيد المسيح في منطقة الأشمونين غرب ملاوي ودي كانت فيما بعد ابرشية كبيرة يعني وما زالت فيها آثار البازيليكا اللي كانت في هذه الابرشية. وهناك يعني أنعم عليه الرب بأنه أنبأه بأنه سينال إكليل الشهادة وأنه بيته سيصبح كنيسة. وفعلا هذا ما حدث أنه لما رجع ويعني بيتكلم عن الطفل الإلهي العجيب اللي يشبه أولاد الملوك وليه يعني مميزات خاصة قاموا على الناس وأتلوا. وفيما بعد صار بيته كنيسة فعلا لأن احنا عندنا المؤرخ أبو المكارم في القرن ال 12 لما بيتكلم عن الكنايس الموجودة في مصر وجاء لمنطقة أرمنت ذكر كنيسة اللي كانت أقيمت في بيت ودمون الأرمنت وأعتقد أنه في السنين القريبة نيافة الأنبا ديمتريوس عمل له كنيسة باسمه في احدى المناطق القرويه يعني تبع الأبرشيت ملاوي لان هو تقابل مع المسيح هناك في هذه المنطقه. كمان الى جوار ودمون والأجوار المسيحين في يوم الخمسين عندنا ابو السكندري الموجود في سفر اعمال الرسل. واضح من اسمه انه هو من اسكندريه. ايوه. وكان الكتاب يعني بيشهد له انه كان مقتدرا في وفصيحا في الكتب. واضح انه كان واعظ، كان متعلم، كان عنده معرفة لاهوتية حلوة. كمان لما القديس لوقا كتب انجيله وجهه إلى العزيز سوفيلوس. مين سوفيلوس ده؟ المؤرخين والباحثين قالوا لنا انه أحد وجهاء مدينة الاسكندرية. وطبعا ما يقدرش يوجه انجيل وبشرى الخلاص لواحد غير مؤمن. ايوه. فطبيعي انه كان مؤمن, آه مؤمن طبعا آه بالشكل ده. فعندنا هنا كل دي شواهد وغيرها طبعا في غيرها من الشواهد التي تدل على ان المسيحيه وصلت مبكره جدا الى مصر. مم. يمكن هنا البركه اللي خدناها من العائله المقدسه والنبوه اللي احنا قلنا عليها ادت الى ازدهار المسيحيه في مصر. قصدك وانت بتحكي في بدايه الامر يعني لما بتقول ان عائلة المقدسه مشيت بشكل معين. بشكل الصليب حاسس من كلام قدسك يمكن انا سمعت كتير ان رحله المقدسه لكن النهارده حاسس ان انا شايف اقدام ربنا في كل مكان في مصر يعني. وما زالت آثار السيد المسيح موجوده مم. سواء الآثار اللي هي التاريخيه او آثار البركه. احنا لحد النهارده عايشين على البركات اللي انعم بها ربنا على ارضنا. يكفي أنه المبارك شعبي في مصر أيوه. أو الترجمة الحرفية يعني مبارك شعبي الكائن في مصر يا الملكية هنا تنطبق على مين؟ علينا إحنا المؤمنين أيوه. باسم المسيح أيوه. فطول ما يعني بركة ربنا موجودة معنا طول ما الشعب المسيحي موجود في أرض مصر أمين طيب أبونا يعني أنا عايز أبدأ بالقديس ماري ماركوس يعني م. ودوره في نشر المسيحية في مصر يعني م. هنقول إن ده أول بابا في ال... في الكنيسه. ايوه. دور ماري مرقص في نشر المسيحيه. هو م... ماري مرقص هو مؤسس الكنيسه الحقيقي. م. يعني ربما لو ربطنا كلامنا ده بالسؤال السابق انه بالرغم وجود مسيحيين في مصر لكن ليه ما بنعتبرش ان دول اللي اسسوا الكنيسه؟ يعني ما هم دول موجودين بالفعل. اه اه يعني المسيحيه موجوده. م. لكن لا تقوم المسيحيه الا عن طريق وجود الكهنوت والاسرار. وده اللي عمله ماري مرقص. م. انه رسم انيانوس أو حنانيا ما هو حنانيا ترجمة لإنيانوس كأول اسقف على أرض مصر على مدينة الإسكندرية ورسم معاه ثلاثة من القصوص وسبعة من الشممس. أيوه فهنا تأسست الكنيسة بوجود الكهنوت لأن عن طريق الكهنوت تقام الأسرار فبدون كاهن لا تقام معمودية ولا إفخارستية ولا زواج مم. ولا غيره من أي سر من الأسرار يعني لو كان بس المسيحيين اللي كانوا موجودين قبل كده فضلوا موجودين بدون كهنوت لاضمحلت المسيحيه وانتهت. ويمكن ده السبب اللي عايز اشير اليه جايز ما يكونش مجاله لكن اشير الى اضمحلال المسيحيه في الخمس مدن الغربيه. لان جينا في وقت في عصر المماليك وما بعده في عصر العثمانيين ما قدرناش ان احنا نبعت اسقفه وكهنه مرسومين رسامة قانونيه لهذه البلاد نظرا للظروف اللي كانت موجودة في البلد مم. ومن هنا اضمحلت المسيحية في الخمس مدن الغربية عشان ما فيش كهنوت ما فيش كهنوت, كهنوت. دي نقطة كانت مهمة جدا 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 يعني ومن هنا بنعتبر انه ماري مرقص هو المؤسس الحقيقي لكنيسة الاسكندرية القوية مم. طبعا ماري مرقص لما جه وطبعا جه مدفوع بحب يعني لشعب مصر وجه يعني عايز ينشر الكرازة بكل ما أوتي من قوة كانت النعمة الإلهية طبعا سندة زي ما قلنا من شوية كان باب اللي ربنا فتح له بيه قلوب المصريين صندل. هو الصندل اللي اتقطع <applause> <applause> يعني <تصفيق> وطبعا لو لما مرقص ما كناش قبلنا بشارة الإيمان لحد النهاردة صحيح يعني كنا أن أنت مسيحي وأنا مسيحي وكاهن ده الفضل لمريم مرقص صحيح لان احنا ما زلنا نحمل الكهنوت اللي جابوهن لنا من السيد المسيح حتى النفخه المقدسه اللي اعطاها السيد المسيح لتلاميذه لما نفخ في وجوههم وقال لهم اقبال الروح القدس واداهم الكهنوت هي نفس النفخه اللي انا باخدها واي كاهن بياخدها يوم الرسامه م. حتى الطقس بينص على كده م. انه في نهايه رسامه الكاهن

انه انا شايف دلوقتي ان احنا نفس النفخه دي هي ماشيه من من ساعه ما نورقس لغايه النهارده أيوة. يعني نفس الروح دي هي اللي موجوده في كل نقول عليه التسلسل الكهنوتي ايوه بالظبط او الكهنوت الشرعي ايوه عشان كده اللي ما اخدش هذه النفخه المقدسه لا نعترف به كاهنا شرعيا عشان كده بعض الطوائف ممكن يديوا الشكل دون المضمون في اقامه الخصوص ايوه الشكل دون المضمون لكن احنا حتى هم يطلقوا على نفسهم قصوص وليس كهنه ايوه لكن الكهنوت الحقيقي ان احنا ناخد نفس النفخه بوضع اليد بالرسامه التقصيه الكهنوتيه وعشان كده من ضمن الحاجات اللي ذكرها لنا التاريخ عن ماري مرقس انه اوصاهم اوصى انيانوس والكهنه اللي معاه انه لما يتنيح انيانوس يختار واحد من الخصوص اللي هو رسمهم م. ويضع عليه اليد بنفس الطريقه اللي هو علمها لهم ويقومون الأسقفة لمدينة الأسكندرية وبعدين يختاروا واحد مشهود له ويقوموه كاهن مم. ومن هنا الكنيسة في القرون الأولى حفظت على هذا التقليد وما زال هذا التقليد طبعا متابع إلى النهاردة لكن طبعا ما أصبحوش الكاهن هم اللي بيرسموا الأسقف زي ما أوصاهم ماري أيوه. الموضوع ده يعني فضل تاريخيا إلى عهد البابا ألكسندروس رقم 19 اللي هو حضر مجمع نقي لأنه معروف والتاريخ بيذكر ان البابا الكسندروس منع القصوص من رسامه اسقفه الاسكندرية لانه اصبح في هذا الوقت في اسقف اخرين يقدروا يقوموا بالمهمه دي طبعا ده موضوع تاريخي خاص يعني. له <applause> 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 لكن ده تاريخ يعني ده أوكي. تاريخ فهنا مريم مرقص سلم الاسرار سلمهم التفسير كمان عمل حاجه مهمه جدا وطبعا الفضل بصراحه يعني اللي مرقص فيها إنه لما لقى إن مدينة اسكندرية مدينة ثقافة وعلم وهناك مدرسة وثنية قوية تدرس الفلسفة وال... وعلم الفلك والطب وما إلى ذلك شبه جامعة يعني م. أنشأ هو بنفسه مدرسة موازية للعلوم اللاهوتية وده فكر يعني فكر حديث جدا بالنسبة دلوقتي إن أنا لما أرد آه. على حاجة أرد برضو بال بالعلم يعني بالزبط. يعني انا عندي مدرسه طب انا كأدي مدرسه كمان م. مش مجرد ان هي يعني كلام وخلاص ده في منهج بالظبط واحنا عندنا كمان شهاده قويه جدا ان مريم هو اللي انشاها عشان ما يجيش حد يقول لا ده اللاحقين لمريم مرقص او خلفاء مريم هم اللي انشأوه الشهاده دي من القديس جيروم دي جيروم طبعا يعني يعني قديس كبير في الكنيسه اللاتينيه اللي هي الغربيه يعني قبل الانشقاق طبعا وهو اللي قال قال انه ماري مرقص لما جه مصر عمل على انشاء مدرسه لاهوتيه تكون موجوده في هذا الوقت ومش كده وبس ده خلى كمان ان مدير المدرسه نظرا لعلمه وتقوى اتنين مع بعض مم. العلم والتقوى لانه في كنيستنا العلم لا ينفصل عن التقوى ولا التقوى الروحانيه ينفصلوا عن العلم مم. اذا انفصلوا يبقى يعني امور جوفاء ايوه يعني العلم <applause> لوحده ينفخ يعني قال عنده كده يعني ايوه فكان كان مدير هذه المدرسه يعتبر الرجل الثاني في الكنيسه مم. وكان عنده نياحه اسقف الاسكندريه كما كان يطلق في لحد القرن الثالث اسقف الاسكندريه اوكي وبعد الثالث في بابا وبعد كده في القرن الخامس جه بطريرك ودي ممكن اشرحها بالتفصيل بعد تمام يعني. فكان يختار مدير المدرسه مدرسه العلم والتقوى يكون هو الاسقف الذي يقود لفت الكنيسه في الاسكندريه اللبنات دي كلها وضعها مين؟ وضعها ماري مرقص انا هستاذن قدسك هنقف عند الجزء ده هنطلع فاصل سريع جدا وهنرجع مره كمان رجعنا لكم مرة ثانية وبنعتذر يعني كان عطل فني والحقيقة يعني ما ينفعش نعدي كلام أوتسابونا كده إلا لما كنا نبقى سامعين كويس عشان كده طلعنا فصل ورجعنا لكم ثاني أوتسابونا أهلا بيك مرة ثانية أهلا بحضرتك كنا وقفنا عند الجزء بتاع تأسيس مدرسة الإسكندرية واوتسا كنت بتقول إن القديس ماريو ماركوس هو اللي أسس المدرسة عشان ما حدش يقول إن مش هو مظبوط؟ مظبوط دي شهادة تاريخية وردت لينا من قديس عظيم هو القديس جيروم لجيروم من اباء الكنيسه اللاتينيه اللي هي الكنيسه الغربيه قبل الانشقاق وده طبعا لاقواله وتفسيره يعني فقال انه شهد يعني انه مريم مرقس لما لقى ان مدينه اسكندريه تعج بالثقافات وفيها مدرسه قويه وثنيه تدرس العلوم الفلسفيه والفلك والطب وبعض علوم الهندسه فقال لابد ان يكون لها مدرسه موازيه تدرس العلوم اللاهوتيه عشان خاطر المسيحيين يعرفوا انجيلهم يعرفوا بشر الخلاص بتاعتهم يعرفوا الاسرار من خلال هذه المدرسه. مم. وكان دايما يختار ليها المدير يتميز ما بين العلم والتقوى. اوكي. الاثنين مع بعض. لان بدون العلم والتقوى ما يبقوا وجهين لعمله واحده ما ينفعش. ايوه. نسيتنا علمتنا كده انه التقوى آآ يعني آآ شيء أساسي في حياة أي إنسان باحث أو عالم أو كاهن أو غيره وعشان كده كان الرجل الثاني في الكنيسة هو مدير مدرسة اسكندرية وكان لما يتنيح الأسقف كان لهذا الوقت يطلق على البطرك اسكندرية أسقف الاسكندرية <applause> فلما يتنيح أسقف الاسكندرية ياخدوا مدير المدرسة اللاهوتية على طول اللي هو مليان روحانية ومليان علم ويقوموه بابا وبطريار كان المدينة العظمى أو أسقفة للمدينة العظمى الأسكندرية أوكي. ومن هنا كان مدرسة اسكندرية لها دور كبير في أنها بقى تفسيرات الإنجيل العلوم اللاهوتية المختلفة الردود على البدع والهرطقات وده يبان أثره بعد كده في المجامع المسكونية ويبان أثره كمان في أن مديرين مدرسة اسكندرية لحد النهاردة لهم تفسيرات ما زلنا بنتمتع بها يعني حتى المديرين اللي كان مغضوب عليهم حتى من الكنيسه زي اوريجانوس مثلا اوريجانوس <applause> كان له سقطات معينه فحرمته الكنيسه لكن لم تحرم المؤلفات الصالحه اللي وضعها فلحد النهارده نقراها ونستفيد من علمه لكن ما نقولش عليه القديس نقول عليه العلامه اوريجانوس انا بس هستوقف هنا يا ابونا وعايز اتكلم في موضوع يعني قلت لك الحاجه انه يعني كان ليه سقطات وكتير قوي مننا يعني يجي شويه قوي دايما طول الوقت متخيل ان اي رجل دين اي اب يعني لو لو غلطه واحده على طول يبعد ويسيب الكنيسه ويزعل يعني فايه راي قدسك في الموضوع ده؟ <applause> طبعا احنا كنيستنا الارثوذكسيه لا تؤمن بعصمه احد <applause> وتؤمن ان الضعف البشري موجود في كل انسان مهما كان قدره ومهما كانت درجته والدليل على كده ان انا ككاهن مهما كبرت ومهما وصلت درجة من الروحانية والعلم فأنا محتاج أب اعتراف اللي هو يعني يديني الحل على ضعفاتي وخطاياي أو يرشدني مم. وفي نفس الوقت تتلمذ على الأباء اللي سبقونا أو كتبهم أو أو حياتهم وسيرتهم من ال... نجي نفس سؤال كده قال انظروا إلى نهاية سيرتهم, سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم فهنا الكنيسة لا تؤمن بعصمة أحد الانجيل نفسه ذكر لنا سقطات كتير من الانبياء صحيح ومن الرسل وانكر بطرس وخانه يهوذا وما الى ذلك والتاريخ مليان بكده في وسط البطاركه وسط الأسقفة وسط الكهنه وسط الشعب كل واحد له ضعفات كنت قلت أش... قلت لي قبل حتى ما نصور اشرت كده لحاجه قلت لي مهم اولادنا يبقوا عارفين التاريخ حتى لو في سقطات وضعفات عشان هم دلوقتي بيدوروا ويبحثوا عشان عايزين يعرفوا يعني أنا بصراحة من المدرسة التي تؤيد ما في الإنجيل لأن احنا كما نذكر الخيرات وأفعال البر نذكر أيضا العكس كده يعني حتى الضعفات ليه؟ عشان نتعلم منها م. مش عشان نشهر بقى أحد لأن خلاص دول كلهم كل في ذمة ربنا وذمة التاريخ م. لكن الضعفات دي بتعلمنا أنه احنا ما فيش حد كبير على الخطيه طرحت كثيرين قتلى وكل قتلها اقوياء فما فيش حد يتكبر ولا يكبر ابدا لأنه مهما علت درجته يعني عندنا مثلاً من ضمن الضعفات اللي كانت موجودة في أحد الأباء البطاركة أنه انتخب وهو شاب وكان ناسك وبعدين لما استريح بقى في معظم الوقت قاعد هاجت عليه أفكار الشهوة وصار عليه جسده عمل إيه؟ راح شار أباء البري اللي هم ليهم يعني باع طويل وكتير في النسك فأشاروا عليه نمرة واحد بالاتضاع وبالعمل اليدوي فكان يقوم بالليل ويجيب جروف وي... وي... وينظف دورات المياه وينزح ال... الخزانات بتاعته عمل طبعا يعني حدش يقبله مننا دلوقتي م. لكن هو كسر نفسه أزل جسده بهذه الصورة اللي هو شايفها مناسبة ليه إلى أن رفع الله عنه هذه التجربة فدي ضعفة موجودة كانت فيه ولكن ربنا اداله نعمة في الانتصار عليها ودي احنا نتعلم منها النهاردة مش عيب ان احنا نقول كان عندنا بطرك فيه ضعفات معينة وعندنا كتير من البطاقات تاريخ ذكر ما لهم وما عليهم. ذكر ده وذكر ده، كل ده يعني كتب لاجل تأديبنا وتعليمنا وان احنا نسير على نفس النهج الايجابي ونتجنب السلبيات اللي تكون موجوده. مظبوط. وما عندناش حاجه اسمها عصمه. يعني يمكن اخواتنا الكاثوليك في القرن ال 19 في مجمع الفاتيكان الاول اشاروا الحته دي لكن احنا ما عندناش الحتة العصمه دي خالص يعني. لكن في نفس الوقت احنا بننظر لابائنا كلهم نظر التقديس يعني نظرتنا احنا كابناء للاباء سواء اسقف او بطرر كنظر التقديس لان برضه ابويا غالي في عينيا وكبير وهكذا الشعب ايضا بالنسبه للكهنوت نظره الابوه الجميله ولابد ان يكون الكاهن ايضا له يعني سلوك الابوه الحقيقي اللي يعطف على الشعب بحيث ان هم يحسوا بابوته. طبعًا. ساعتها حتى لو في ضعفات المحبه دي هتغطي على الضعفات. صحيح يا بني، صحيح كلام ملوش دعوه بالتاريخ لكن لا بس مهم احنا يعني النهارده يعني انت يمكن قدسك بتقول ان الشباب بيدور فمهم جدا نشير ده لان اكيد لو حد سمعنا يعني يبقى فاهم ان كلنا تحت الضعف وكلنا ممكن بزا. نغلط، بس عجبني قوي البطرك اللي رجع للاباء الكبار ايوه رغم ان هو البطرك أي. بس ده يدل كمان كسيتنا فيها اباء كبار جدا يقدر يوجه او يقدر يساعد في دول اللي احنا بنقول عليهم الشيوخ بقى ايوه بالظبط عشان كده في بستان الرهبان يقول لك سال اخ شيخ م. كلمه اخ دي يعني راهب وكلمه شيخ يعني راهب أوكي. بس ده راهب مبتدئ وده راهب مجرب كبير محنك ايوه ليه بقى في الموضوع لحد النهارده الكهنه الكبار او الرهبان الكبار بنقول عليهم الشيوخ مظبوط يقول آه. كنا وقفنا بقى عند اوريجانوس اوريجانوس ايوه اوريجانوس من الشخصيات اللي عليها جدل وخلاف لحد النهارده لحد النهارده الى هذه اللحظه وانا اتذكر انه يمكن من حوالي 30 40 سنه كان في عهد البابا شنوده يعني اما مجموعه كبيره من الناس يدافعوا عن اوريجانوس دفاع المستميت وكانوا ساعتها بيضغطوا على البابا شنوده انه يحلوا من الحرمات فالبابا شنوده رد رد حكيم ساعتها وقال لا احنا عايشين عصره ولا ظروفه ولا هو قدامنا عشان خاطر نسمع منه صح. ولا المعارضين اللي هم تقولوا عليه فاحنا هنسيب الموضوع لحكم السماء لكن اوريجانوس عامه اول حرم وقع عليه كان من البابا ديمتريوس الكرام بتاع عنقود العنب المشهور ده ايوه وبعدين تسلسلت الحرمات لحد احنا عندنا البابا رقم 23 يعني البابا ديمتروس كان رقم اه 12 البابا سوفيلوس 23 يعني بعد 11 بطرك يجدد الحرمات وفي نفس الوقت لما لقى ان في بعض الناس المؤيدين لاوريجانوس في رهبان وادي النطرون اخذ منهم موقف صعب جدا لدرجه انه خرج منهم اربعه يسموا الاربعه الطوال الاخوه الطوال كانوا من ضمن اسقف ثلاثة رهبان وراحوا يعني يقدموا شكوى او يلتمسوا من يوحنا الذهبي الفم انه يتدخل في الموضوع ده. شوف الموضوع وصل لايه يعني؟ ايوه. الموضوع كان كبير يعني. في نفس الوقت مش احنا وبس ده كمان المجمع المسكوني السادس عند الروم. م. احنا مجمعنا بنؤمن بتلات مجامع الأولينين بس. م. نقيا وقسطنطينيه وافسس لكن اخواتنا الروم م. عندهم سبع مجامع. المجمع السادس عند الروم أوقع على أوريجانوس حوالي عشر حرمات تقريبا يعني حط بنود معينة اللي هي كان بينادي بها أوريجانوس وفي آخرها حط حرمات، فليس في نظرنا بس فقط محروم إنما في نظر الكنائس الأخرى إذا كان هناك ظلم يعني البعض اللي بيدافعوا عنه يقولوا لا ده النساخ اللي بيكتبوا وراه أخطأوا في بعض الحاجات طب هو ما رجعش ليه؟ او اذا كان وقع عليه ظلم فاعتقد ان السماء هنا هترد له الاعتبار لكن هناك اخطاء لاهوتيه واخطاء شخصيه ممسوك عليه من ضمن الاخطاء اللاهوتيه مثلا نادى مثلا بخلاص الشيطان فطبعا ده امر خطير يتعارض مع الانجيل لانه المسيح قال النار الابديه المعده لابليس وملائكته فربنا عارف ان النار الابديه معده لابليس انه مش هيتوب ايوه أن النادي وخص الشيطان كمان طبق ما ورد في انجيل متى صح 19 اما المسيح يتكلم على الباتوليه بطريقه رمزيه عن مقوله خصيان خصوا انفسهم لاجل ملكوت الله لم يقبلها انها كلام مجازي تعني الباتوليه والعفه انما طبقها حرفيا وخص نفسه اه طبعا كان احد السقطات لان الذي يعرف اكثر يطالب بالاكثر قبل الكهنوت من غير أسقف أحد تلاميذه كان أسقف في فلسطين ولما راح هناك رسموا كاهن وطبعا دي زعلة البابا ديمتريوس يعني كان في حاجات كتيرة قوي طبعا مش عايزين نخش في حاجات لاهوتية دي عايزة حلقة أو اتنين وتلاتة أيوة. عن أوريجانوس يعني لكن في النهاية يعني وقعت عليه الحرمات وما زال في نظر الكنيسة محروم لكن الكتابات الصالحة اللي هو كتبها بنستعين بيها وعلى فكرة أحب أن أشير لنقطة مهمة ليس أوريجانوس فقط إنما إحنا عندنا واحد مشهور قوي ده دخلت لنا كتاباته من الكنيسة السوريانية م. وهو مارس حق السورياني م. للأسف كتير يقولوا عنه أنه قديس في حين أن البطرك مار أفرام الأول برسوم وده كان راجل علامة آه بترك على كرسي انطاكيا في كتاب اللؤلؤ المنصور في العلوم والاداب السوريانيه، كتاب ضخم كده يمكن حوالي 600 700 صفحه بيتكلم عنه انه له فكر نسطوري وانه عطاقة النسطوريه وانه من الناحيه اللاهوتيه يعني مهرطق وحتى انه بعض لكن كتاباته النسكيه كتاباته النسكيه خاصه بالنسك والرهبنه كتابات رائعه <applause> فالكنيسة القبطية أخذت هذه الكتابات وقالت مرسح حق عمرنا ما قلنا كتبنا أن القديس مارس حق إلا في السنين الأخيرة الأخيرة ديت لقيت البعض بيكتب كده <applause> طبعا أتحير زي السوريان نفسهم عليه علينا النصوري وإحنا بنقول عليه القديس <applause> اللغز بقى اتحل لما قريت في هذا الكتاب للبطر كفرام انه قال ان بعض الرهبان اللي حبوه جدا قعد يفند الاقوال ديت وينقيها من النسطوريه عشان ينسب اليه انه كان فكره اللاهوتي سليم مم. يعني في محاولات لتحسين صورته يعني ايوه لكن برضه احنا ما ان احنا نحكم عليه لكن بني جلدته او بني جنسه اللي هم السوريان نفسهم برضه حارمينه وقالين عليه انه نسطوري في كتاباتهم لكن كتاباته النسكيه حلوه ما يقع على اوريجانوس يقع ايضا على مرسحاء ويقع ايضا على الشيخ الروحاني مش عايزين بس يعني نطول عليكم بس هو حاجة. هو كويس قلتها كمان يعني آه يعني اشرت لي كمان يعني فكره معينه ان احنا ككنيسه مدققه جدا ولازم تعرف ايه اللي داخل لها يعني أي. مش اي حاجه داخله او مش اي حد او يعني مش مش هقول على اي حد وخلاص آه اطلق عليه قديس وفي نفس الوقت مش اي قرايه هقراها هتدخل جوايا الا لو انا لازم اكون شبعان آه بالتاريخ لاني يمكن النهارده يمكن حلقتنا أو يمنى يعني هسميه يمنى الحافل التاريخ فيه هو اللي بيقول كده اللي أنا لازم يبقى عارف تاريخ كنيستي عارف تاريخ آبائي عارف آه القصة ماشية إزاي عشان في يوم من الأيام مش أي حد داخل أو أي كتابة داخلة تاخدني لسكة مش مظبوطة يعني تمام تمام وده برضو يدينا حكمة الإفراز إحنا كل عندنا حكمة اسمها الإفراز إن زي نفرز الغس من السمين الهرطوقي من المستقيم اه يا رب يدينا الافراز دي يعني امين يا رب <applause> طيب عايزين نروح كده لمحه سريعه عن الكراسي الرسوليه الاربعه في العالم وازاي ابتدى استخدام لفظ باتريارك في الكنيسه أمم على فكره ده سؤال حلو قوي <applause> سؤال حلو قوي ده هيبريئنا الكتابات القديمه اللي كانت امتى تقول اسقف وبابا وباتريارك وكده الاول الجزء الاولاني من السؤال الخاص بالكراسي الرسوليه ايوه يعني ايه كرسي ويعني ايه رسولي تمام كرسي يعني مقر اسقفي بشارة مركزة في مدينة معينة كرسي احنا لحد النهاردة نقول كرسي الأسكندرية اللي هو مقر الكرزة بتاعنا أو كل أسقف له كرسي مم. ليس المقصود الكرسي الخشب الذي يجلس عليه إنما هي كلمة معنوية تعني حدود أبرشيته طيب. اللي هو متجلس عليها مم. ورسولي يعني مؤسس من قبل الرسل واصطلحوا رجال التاريخ على أنه هناك أربع كراسي رئيسية في العصور الأولى هي التي تفرعت منها كل الكنائس فيما بعد. وهي الكنيسة الأم وهي كرسي أورشليم. تمام. وطبعاً أول أسقف عليه كان يعقوب ابن حلفة أخو الرب والدليل على كده أن هو الذي رأس مجمع أورشليم اللي هو خاص بموضوع التهود وده أعمال الرسل صح 15 موجود التفاصيل بتاعته والقرارات بتاعته وهو اللي اتكلم في الآخر وكان ليه القرار النهائي. تمام. الكرسي الثاني هو كرسي آآ آآ الاسكندريه، كرسينا احنا اللي اسسه القديس ماري مرقص ومازال متسلسل فيه لحد النهارده بطركتنا الكرسي الثالث هو كرسي انطاكيا. م. وطبعا هنا عايز اشير ان في بلدين اسمهم انطاكيا. م. انطاكيا سوريا وهي اللي فيها الكرسي ويقع داخل لواء الاسكندرونه وده كان لحد الحرب العالميه الثانيه مع سوريا ولكن اخذته تركيا بعد كده. ده من الناحية الجغرافية يعني وأنطاكيا بسيدية دي بلد تانية ملهاش آه دعوة بالكرسي م. وطبعا حسب سفر أعمال الرسل أن الذي تعب في تأسيس كرسي أنطاكيا هم القديسان بولس وبرنابة صحيح اخواتنا السوريان ينسبوا يعني تاسيس الكرسي الى بطرس مش هتضرنا كتير مدام ما دام ما ادعوش ما ادعوش الرئاسه <تصفيق> <تصفيق> كما البعض يعني <applause> آه ما فيش مانع يقول وبعدين هذا كرسي انطاكيا يمتاز بشخصيه آه هو الاسقف الثاني عليه وهو القديس اغناطيوس السيوفوروس او اغناطيوس النوراني م. وهو نفس الطفل الذي اقامه السيد المسيح وسط التلاميذ لما قال لهم ان لم آه. وتصيروا مثل الاطفال اه حسب تقاليد الكنيسه السريانيه الارثوذكسيه ان هو ده الطفل ومن هنا نلاحظ انه ابتداء من العصور الوسطى حتى الان ان لابد ان خليفته اللي هو بطرك انطاكيا للسريان لابد ان يسمى اولا مارغناطيوس قبل اسمه الشخصي. يعني البطريرك الحالي لازم الاول مارغناطيوس لا بطريرك الحالي هو مارغناطيوس افرام الثاني وده كان زميلنا هنا في الكليريكيه وعاصرناه وهو شاب و... وراجل عنده وفاء يعني ولا انسى ابدا زيارته ليا في البيت يعني ربنا يطول في عمره. بترارك السابق ليه كان مارغناطيوس زكى الاول من عليه عواص واللي قبله كان مارغناطيوس فلازم مارغناطيوس ده بسبب اغناطيوس النوراني او اغناطيوس سيوفورس الكرسي الرابع هو كرسي روما. وحسب سفر اعمال الرسل بيقول ان الذي تعب في تاسيس كرسي روما هو القديس بولس. وبولس هو الذي سافر ورفع دعواه الى قيصر وقعد سنتين في روميا حسب اصحاح 28 في سفر الاعمال وهو الذي كتب الرساله الى اهل روميا وعمل اصحاح كامل في رسالته في اللي هي اصحاح 16 سلموا لي على فلان وعلان وتركان والكنيسه اللي بيت فلان يعني عارف شعبه بالواحد غير كده بولس كان عنده مبدا في الكرازه انه لا يبني على اساس وضعه اخر م. يعني ما يروحش يبشر في حته غيره ابتدى فيها الكرازه هو اللي يحط الاساس وهو اللي يبني لكن فيما بعد القديس بطرس ذهب قبل استشهاده مباشرة سنة 67 ميلادية إخواتنا في روما بينسبوا الكرسي إلى القديس بطرس وطبعا لهم غرض معين في أنهم يعني يقولوا هناك رئاسة لبطرس على التلاميذ <applause> وبعدين خليفة بطرس لابد أن يكون رئيسا على كنائس العالم فكر ظهر للأسف متأخر و وتبنوه يعني. مم. مع انه ما يعتمدوا عليه في الانجيل حوالين انه اعطيك مفاتيح ملكوت السماوات دي موجوده في متى 16. مم. ويمكن النهارده القداس كان الانجيل من متى 16 يعني على فكره. آه وقال له اعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، طب مفاتيح ملكوت السماوات إدها لبقيه الرسل. لما اقامهم ايضا كهنة ودهم الحل والربط. صح. وبعدين في نفس الاصحاح نفس الاصحاح في اخره نلاقي ان بيقول له بطرس اذهب عني يا شيطان فلو كان هو اسس الكنيسه على بطرس انت صخره وعلى زي الصقر ابني كنيساتي فيجي يقول له انت اذهب عني يا شيطان لما قال له حاشاك يا رب ان تصلب يقول له أيوة. قال له اذهب عني يا شيطان فهل هو اسس الكنيسه على بطرس؟ طب لما مات بطرس وقعت الكنيسه؟ لا طبعا طبعا اذا تفسيره مغلوط هو الإيمان. غير الايمان تقريبا الايمان الايمان اه عشان كده قال له ان لحما ودما لم يعلن لك هذا. الايمان لما قال له انت هو المسيح ابن الله الحي. صحيح. هو ده الايمان القوي اللي موجود ويمكن بولس بعد كده يقول وسخره كانت المسيح. صح. يعني التفسير نفسه في الانجيل يقول كده. صح. لكن طبعا اخواتنا في روما يعني ارادوا ان هم يقولوا هذا الكلام على اساس ان هم فكر الرياسه عندهم على كنايس العالم. ايوه. وطبعا المسيح نفسه عالج الحته دي. لما التلاميذ اختلفوا فيما بينهم من هو الاعظم صحيح فقال لهم اللي عايز يبقى اعظم يبقى خادم للكل يبقى اخر, آخر الكل للكل اخر صح. للكل وزي ما غسلت رجليكم هو ده مفهوم الاتضاع في هو المسيح هو ده هي دي العظمه عند ربنا اه وبطرس نفسه اللي قال انا لا قال انا عظيم ولا أنا, انا اول واحد ولا انا قبل كل واحد صحيح هو كبير في السن واحنا طبعا نجل القديس بطرس ونحترمه ونعتفل بعيد استشهاده مع القديس بولس في شهر أبيب وعيد الرسل هو يعني مبني على استشهادهم هما الاثنين لكن ننظر إليه كرسول كباقي الرسل نطلب بركته ونطلب شفاعته وما إلى ذلك أول حتة طريفة بس في المناسبة دي من أثناء المباحثات اللاهوتية اللي كانت بيننا وبين إخواتنا الكاثوليك هي المباحثات ابتدت بعد زيارة البابا شنودة لروما في سنة 72 وانتهت بتوقيع اتفاقية في سنة 1988 اللي هي خاصة بالخريستوزولوجي بالخريستوجول... يعني طبيعة المسيح ودي اللي حلينا بيها تقريبا موضوع الطبيعتين بتاع خلق لكن لما جينا نتبحث في حتة ال... الرياسة ومش الرياسة بابا شنودة سأل سؤال جميل قوي وطريف يعني جميل وطريف الناس هتعجب بيه قوي يعني قال لهم على فرض أن هناك رئاسة لبطرس على فرض. وان خليفه بطرس المفروض ان له الرئاسه. طيب في 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 المده ما بين استشهاد القديس بطرس سنه سبعة 67 كان لسه القديس يوحنا اللاهوتي الانجيلي حبيب المسيح موجود لانه الصمار لسنه 100. مه. ده في الفتره دي لو كان هناك رئاسه عامه على الكنيسه كلها تكون مين منطقيا؟ تكون لحبيب المسيح يوحنا اللاهوتي ولا تقول للأسقف الشاب اللي جه بعد بطرس فطرح هذا السؤال في المباحثات اللاهوتيه طلبوا مده يعني زمنيه للرد عليه مم. أعطناهم المدة الزمنية وقوم بعد كده <applause> أنا نمتنع عن الإجابة على هذا السؤال <applause> لكن طبعاً يتربطنا علاقات الود والمحبة يعني ما هو ده برضو يمكن مم. يعني قلت كنت بتتكلم دلوقتي أنا في برضو في بالي أه جمله الاختلاف لا يمنع الحب والمحبه والود طبعاً. والتعاون يعني يمكن والتعاون طبعاً. يمكن نختلف في حاجه بس ده ما ان احنا يعني احنا مش مش في صراع بل بالعكس لا لا. احنا احنا بنتواصل من اجل ان احنا في الاخر نبقى يعني ماشيين في نفس الخط او نحب انه الوقت يجي نكون دوبنا كل الخلافات اللاهوتيه بس ده يحتاج الى شيء من الاتضاع من كل واحد مننا وانه يتنازل شويه عن الافكار يعني كل الافكار اللي دخلت على مر العصور يدي اللي تخضع للبحث والمناقشه عشان ننتهي. وطبعا احنا محبتنا للكل وايدينا ممدوده للكل، وفي تعاون بيننا وبين الطوائف، انا شخصيا عضو في عده لجان مسكونيه، انا أشارك مع اخواتنا البروتستانت واخواتنا الكاثوليك في اعداد مؤتمرات وفي لقاءات مسكونيه حاجات كثيره يعني لا داعي ان انا اذكر لكن انا شخصيا كده، لكن هذا لا يمنع يعني ان هناك نوع من الاختلاف والا ما كانش يبقى فيه كنايس مختلفة وطوايفهم إلى ذلك. صحيح. لكن نتمنى إن ندوب كل هذه الخلافات وفي النهاية تبقى كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية اللي. زي ما أرادها المسيح. أمين يا أمين. إمتى بقى استخدمنا لفظ آه بطريرك الكنيسة؟ طيب آه قبل لفظ باتريك إحنا في كرسي الإسكندرية لنا يعني خصوصية في استخدام كلمة بابا م. وهي أقدم من كلمة بطريرك. تمام. التاريخ بيذكر على لسان انبا يساب المؤرخ اسقف فوق ده وضع لنا تاريخ اسمه نشر باسم تاريخ الاباء البطاركه بيذكر لنا ان البابا ديمتريوس الكرام رقم 12 هو اول واحد في اسقفه الاسكندريه رسم اسقف اخرين مساويين له في الرتبه عشان الكرازه كانت وسعت بقى في مصر وأسقف الاسكندريه لوحده ما كانش يقدر يقوم بكل هذه المهام م. بيذكر لنا انه رسم 10 أسقفة ده مذكور في تاريخ يوساب اسقف فوق. فهنا عشان يميزوا الاسقف صاحب الكرسي الرسولي مم. عن الاسقف الاخرين يقولوا ايه؟ بابا. فهنا ظهرت كلمه بابا. مم. هو كاب لهم فقالوا له انت البابا. ابو الاباء يعني. اه يعني بما معناها يعني ابو الاباء مم. وده على فكره عندنا يعني رساله من اسقف روما المعاصر للبابا ياروكلاس ياروكلاس ده رقم 13 اللي جه بعد البابا ديمتريوس اه لان هو اول من حال ما اللقب رسميا ايوه فهناك رساله وجهها اسقف روما كان اسمه ديونيسيوس ارسلها الى واحد اسمه فيليمون م. بيقول له كده قد سلمت من البابا ياروكلاس رساله فيها كذا وكذا وكذا م. وده نص تاريخي معروف يعني حتى فهم طبعا هذا اللقب انتقل فيما بعد بعد حوالي قرن من الزمان الى اسقف روما مم. وانحصر اللقب الان ما بين اسقف الاسكندريه اسمه بابا الاسكندريه واسقف روما اسمه بابا روما اه عشان كده انا في مره يعني حد في ضمن القنوات الفضائيه كان بيعلق على النور المقدس ونسب كلمه بابا اللي بترك الروم في 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 القدس فانا بعت له قلت له لا خد بالك عشان دي حقوق تاريخيه والقاب تاريخيه ظهرت بس طب البابا ديمتروس قعد على الكرسي سنه كام سنه 188 ميلادي لحد سنه 230 45 سنه تقريبا يعني آه, اه قعد فتره كبيره فهنا لا عايز اقول التاريخ ده يبين انه اللقب بابا ظهر مبكرا جدا 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 في كنيسه الاسكندريه اه وبعدين رسميا ابتدى البابا ياروكلاس من سنه 230 ميلاديه يعني بدايه القرن الثالث ان هو يلقب بهذا اللقب. طيب تعالوا بقى كلمه بطريرك متى ظهرت؟ ظهرت بعد مجمع خلق الدنيا. مجمع خلق الدنيا كان في منتصف القرن الخامس. وبرضه عشان يميزوا الأسقفة اصحاب الكراسي الرسوليه لان في أسقفة اخرين تابعين ليهم. كان حين يطلق عليه المتروبوليت مم. أو صاحب المدينة الكبيرة أو صاحب المدينة العظمى ومن هنا جه مقر الكرسي اسمه دايما المدينة العظمى. مم. يعني حتى اخواتنا السوريون يقولوا انطاكيا العظمى وروما يقولوا روما العظمى واحنا اسكندرية العظمى لانها مقر الكرسي الرسولي. اه فهنا ظهر كلمة بطريرك في القرن الخامس عشان كده الكتابات المبكرة قبل كده اسقف انطاكيا، اسقف روما، اسقف مش عارف ايه. ايوه وبعدين لما حصل كمان انفصال بعد مجمع خلق الدنيا المشؤوم اللي شق الكنيسه فرض على نفس الكرسي بطرك اخرين. م. يعني احنا مثلا في انطاكيا وبسندرية اتفرض بطرك تابع للملك على الاقباط وبطرك تابع للملك على السريان. فسميناه ملكاني. انت مش جاي من عند الملك، انت ملكي او ملكاني. فهنا اصبح برضه له لقب بطريرك عشان يميز نفسه عن صاحب الكرسي الاصلي واحنا لحد النهارده مازال البطرك الملكي موجود في مصر م. بس تغير بقى المسمى يعني مؤخرا نظرا لجنسيتهم هم روم فاصبحت كنيسه الروم الارثوذكس اه ولازم يكون يوناني ولما يتوفى يبعثوا مليونان يستوردوا واحد لحد النهارده من ايام مجمع خلق الدنيا لحد النهارده <تصفيق> <تصفيق> يعني ده التاريخ بقى الكبير قوي بقى كلمه باتريارك اه ده كلمه باتريارك وعشان كده بقى اصبح اللقب الرسمي لاسقف الاسكندريه باب الاسكندريه وباتريارك الكرازه المرقسيه وكلمه الكرازه المرقسيه لا تعني مصر فقط انما كل مكان بشر فيه القديس مرقس قديس مرقس لم يترك الثلاث قارات في العالم القديم الا وذهب اليهم بشر وكرز في انطاكيا وما حولها مع بولس وبرنابه. مم. وبشر في قبرص، ذهب الى روما، وجاء الى افريقيا، ودول الثلاث قارات بتوع العالم القديم. لو كان وقتها اكتشفت الامريكتين او استراليا كان مرقص راح بشر فيه. <applause> عشان كده اسمها الكرازه المرقص <applause> الكراز المرقصيه. الكرازه اي مكان راحوا القديس اه مرقص. عشان كده لنا حقوق تاريخيه لبابا الاسكندريه ان هو يبقى ليه في كل مكان بشر فيه القديس مرقس انه يبقى ليه فيه كنايس وده يمكن هنجيله بس قدام شويه البابا كيرلس والبابا شنوده وده حاليا بابا تدرس البابا ش... البابا كيرلس هو اول حد بره في المهجر يعني ابتدى يفتح كنايس ودي حاجه برضو تورينا قد ايه الكنيسه متصله طبعا بعضها ببعض طيب هنروح بقى الجزء تاني مهم قوي اللي هو القديس انيانوس إيه؟ اللي رسم القديس مرقس خليفه ليه سؤال بقى مهم عايزين نعرف عنه عن قدسك تكلمنا عنه والسؤال الأهم هو يجوز وجود اثنين بطرقة في نفس المكان أو على حد المسمى زمان اثنين أسقفة في نفس المكان اللي هو القديس ماري ماركوس والقديس أنيانوس فازاي الاثنين موجودين يعني؟ أسئلتك جميلة أوي وتفتح يعني مواضيع حلوة بصي أنا أولا يعني أنا بشكر قدسك لأنك مرجع عظيم جدا الله يخليك فريق الإعداد اللي هم جهزوا كل أنا كمان بشكرهم يعني على الأسئلة الحلوة دي يعني آه طبعا آه القديس انيانوس هو البطرك او خليفه القديس ماري في م. اسكندريه وهو اول اسقف بعد ماري على المدينه العظمى. واضح ان كان عنده ثقافه من الاول يسمع عن الاله الواحد. م. عشان كده اول ما تشك بالمخراز قال م. ايو سيوس يعني يا الله الواحد م. قال له بس تعرف عارف الله الواحد ده انا جاي ما انا جاي بقى. من عنده اه هو, هو اللي بعتني يعني ايوه وبعدين واضح انه في بساطه في الايمان لانه فتح قلبه للايمان بسرعه جدا القديس انيانوس كمان يتميز بحاجتين انه قدم كل ما يملك للمسيح صح. ازاي وهتكلم من ناحيه تاريخيه الاول قدم ذاته انه اصبح خادم للمسيح طوال العمر. صح نمرة اثنين يذكر التاريخ انه قدم بيته, بيته فصار كنيسة اللي هو دلوقتي ل... 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 تقريبا في المرؤسية او أو المكان ده بيقولوا له كنيسة معلش سامحني جايز أختلف معاك في الحتة دي اه بيقولوا لنا كده لما بروح هناك إن بيت أنيانوس هنا معلش نصحح المعلومة تمام أنا راجل بتاع تاريخ أحب أقول أنا... لك الحاجة المبسطة أنا عايز أعرف الحقيقة كلها <تصفيق> لا لا <تصفيق> <تصفيق> إحنا عندنا في تاريخ البطاركة إشارات <applause> كتيرة لبيت ماري مرقس أنه تحول إلى كنيسة وفيما بعد فيما بعد أطلقت عليها كنيسة ماري جرجس فيما بعد لأن <applause> طبعا ماري جرجس متأخر يعني أيوه أنا ليا كتاب عن كنايس المدينة العظمى الإسكندرية وأديورتها ولم لم يصدر بعد وان شاء الله يمكن مؤسسه سان مارك للتاريخ والتوثيق تنشره يعني هو لحد دلوقتي في حوالي مش كتير يعني وحوالي 520 530 صفحه بس لحد دلوقتي <applause> مش كتير خالص <applause> <applause> فبحثت في كنايس الاسكندريه وتوصلت الى حوالي اكثر من 60 الى وستين كنيسه كانت قائمه داخل مدينه الاسكندريه ووثقت ليهم بـ بـ بتاريخهم يعني كان من ضمنها هذه الكنيسة اللي هي بيت إنيانوس لكن بوكاليا اللي اتخذها ماري مرقس مركز ليه دي اللي مكانها الكنيسة المرقسيه في محطة الرمل ونفرق ما بين كنيستين كنيسة بوكاليا التي لا تزال موجودة لحد النهاردة لعرفت في وقت من الأوقات باسم دير الأسفل الأرض مم. وما بين كنيسة أخرى باسم ماري مرقس كانت على شط البحر ودي اندثرت ودي اللي فيها أجساد البطاركة ودي كان اسمها ماري مرقس القمحة والدليل على كده أن القديس البابا كيرلس عمود الإيمان مش عمود الدين عمود الدين المسيح مم. عمود الإيمان نقل رفات أباكير يوحنا من هذه الكنيسة ماري مرقس بوكاليا إلى ماري مرقس القمحة وبعدين نقلهم فيما بعد الى منطقة ابو قير اللي عرفت باسم أبا القديس اباكير. وعندنا كتابات كتيرة قوي وفضلت الكنيسة القمحة ديت في سيرة البابا يوحنا السمنودي ان هو اللي عمل المدفن واول واحد اتدفن فيه. مم. ودي اندثرت لما هدها نابليون بونابرت سنة 1798 لكي يحتم لا يحتمي فيها الانجليز. فنفرق ما بين الكنيستين دول. تمام. كمان احنا عندنا غرب اسكندريه في ما يقرب مش ما يقرب الرقم يعني دقيق 600 دير كانت عامره م. ولا ابالغ هذا الرقم موجود في تاريخ البطاركه ولما دخلوا الفرس قبل دخول العرب هدموا معظمهم وكان اشهرهم دير الزجاج. م. واحنا لنا مقاله كبيره قوي عن دير الزجاج اتنشرت مؤخرا في مجلة كوبتيكا الكسندرينا التي تصدرها مكتبة اسكندرية، هي مجلة علمية بتصدر بالألماني وفرنساوي وإنجليزي وعربي، كتبنا فيها مقال كبير أو عن دير الزجاج وكده يعني. مم. فالمهم يعني عايز أقول إنه من خلال هذه الأبحاث اه 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 وثقنا للكنيسة التي كانت بيت إنيانوس. أيوه. وهي التي عرفت فيما بعد باسم ماريجرجس واندثرت. فهو قدم ذاته نرجع بيته. تاني للمحور كلام أيوة. وقدم بيته م. وأيضا قدم أولاده ليكونوا هم كهنة م. معلومة جديدة دي اه لأنه السكسار القبطي آآ آآ اليعقوبي الذي نشره رنيبصي ضمن مجموعة باترولوجيا أورينتالز وبعدين قعد نشره المتنايح الأبا صمويل أسقف شبين الأناطر م. بيقول تحت يوم 30 برامود إن الثلاث قصوص الذين رسمهم قديس مرقس مع انيانوس هم اولاده والجسد yeah. معلومة جديدة، ما انا بقول right. معلومة جديدة، right. عشان كده انا بشير لمرجع في مجموعة باترولوجيا اورينتالز في النص وده نص مأخوذ من المخطوطات القبطية على فكرة مش مش من بره يعني. Mm. فالراجل ده قدم بيت، قدم ذاته، وقدم بيته، وقدم أولاده. Mm. أي حب أعظم من هذا؟ يعني راجل قدم للكنيسة كل ما يملك، عشان أي. كده الراجل ده محتاجين ان احنا نسلط عليه الاضواء شويه ونبني مذابح وكنايس باسمه شويه عندنا يعني بطاركه كتير ب... باسمهم كنايس ومذابح لكن انيانوس يحتاج الى مزيد من الاهتمام مم. اما شق السؤال الثاني اه ازاي اسقف مبنين. في حياه اسقف ازاي <applause> <applause> مش بقول لك اسئلتك جميله حلوه يعني عفوا آه، مرمرقس رسول وليس اسقف محلي ده رسول للكرازة كلها المسيح لما أرسل للتلاميذ أنهم اذهبوا وكرزوا للخليقة كلها وعشان كده من شوية قلنا إيه الكرازة المرؤوسية ليست مصر ده. فقط أيوه. إنما في كل راح مكان, راحوا مريم مرؤوس تمام عشان يتفرغ للنشاط الكرازي أقام أسقف في المدينة المحلية وترك يدير بالنيابة عنه هذه الكنيسة أيوة عشان لما يتحرك كمان هو عشان عشان هيتحرك لما يتحرك. أيوة. آه بالضبط كده واحنا نقدر نعتبر ان انيانوس من يوم ما ترسم اسقف في حدود سنه 62 الى نياحه ماري مرقص سنه 68 بالتحديد سوري بالتحديد يوم 26 ابريل سنه 68 في الفتره دي كلها كان انيانوس اسقف مساعد لماري مرقص لكن ابتداء من يوم 27 ابريل سنه 68 الى ان يحتو سنه 83 ميلاديه كان هو الاسقف الشرعي ودي المده اللي هي القانونيه بتاع تجليسه على كرسي الاسكندريه اللي هو البابا يعني كان هو البابا, البابا الوقت ده آه،, اه طبعا كانش لما ما ظهرش طبعا كان بابا لكن آه، هو نقدر بنعتبر هي المده ديت اللي كانت موجوده زي النهارده ما بنشوف في كتير من الاباء المطارنة القدام او الشيوخ يبقى في مساعد اسقف, أسقف مساعد مساعد ليه في الفتره دي فهو المبدا برضه حطه من مرقص يعني أيوة. يعني المبدا الاسقف المساعدين احنا مش جايبينه من عندنا ايوه ده موضوع من زمان حتى يعني قداسه البابا تواضروس طيب كان اسقف سعد للانبا يافت الانبا بخمس مطران البحير اه فدي آه. حاجه الكنيسه كلها عارفاها يعني تقريبا طبعا طبعا طبع. طيب آه الشهر ده يعني آه يمكن دي برضه معلومات انا فرحان ان انا بعرف حاجات مهمه قوي النهارده شهر عظيم جدا يمكن قدسك كنت بتقولي قبل التصوير انت عارف في كام بطرك في الشهر ده <applause> انا يعني عايز اعرف واكيد كلنا عايزين نعرف في كام بطرك في الشهر ده وايه الحكايه يعني شهر نوفمبر بياخد جزء من شهر ربابه وبياخد جزء من شهر هطور عشان مم. طبعا انت عارف احنا ماشيين حسب التقويم القبطي تمام ففي الفتره اللي هي فيها شهر نوفمبر ده بالذات عندنا تذكرات لتسعه من الاباء البطاركه من ضمنهم تذكار لماري مرقص تمام او اول بطرك ايوه اللي هو ظهور راس ماري مرقص ظهور راس ماري مرقص وده يوم 30 بابا طبعا معروف لكن عندنا ثمانية اخرين لو تحب حضرتك ان انا اقول الاسماء وال والايام اللي بنحتفل بيهم بسرعه كده حاضر عندنا طبعا قديس انيانوس تمام تذكاره 20 هاتور 29 نوفمبر عندنا البابا يوساب الاول رقم 52 تذكاره 23 بابا بوافق 2 نوفمبر عندنا البابا غبريال السابع رقم 95 تذكاره 29 بابا 8 نوفمبر البابا بطرس الثالث احنا عندنا كذا بطرس ايوه تذكاره في 2 هطور يعني 11 نوفمبر عندنا البابا اسحاق رقم 41 تذكاره 9 هطور 18 نوفمبر عندنا البابا زخرياس أيوة. رقم 64 ده تذكار يوم 13 هاتور 22 نوفمبر أه. البابا مينا الثاني 61 تذكاره 16 هاتور 25 نوفمبر البابا قسمة الثاني قسمة أو قزمان يعني أه. الثاني رقم 54 يوم 21 هاتور الموافق 30 نوفمبر أه. دول تسع تمن آه بطاركة وماري مرقص يبقى تسع تذكارات يعني عشان بقول لك شهر نوفمبر ده مليان احداث يعني حافل ده غير بقى جلوس اثنين من بطاركتنا المعاصرين تذكار جلوس قداسه البابا شنوده الثالث رحمه الله وتذكار جلوس قداسه البابا طودروس الثاني اطل الله في عمره امين فدول كمان في شهر, شهر نوفمبر شهر احتفالي يعني اه فهو شهر عظيم حلو يعني ايوه طب عايزين نتكلم عن البابا آه زخرياس اللي هو رقم راستين اللي كان في ايام الحاكم بامر الله ايام العصر الفاطمي أنت جايب وقت صعب. <تصفيق> <مع> <تصفيق> معروف إن عهد الحاكم بأمر الله، هو كان طبعًا من حكام الدولة الفاطمية. أه أبوه كان الظاهر و، لا ابنه الظاهر. أبوه العزيز بالله وجده كان المعز لدين الله. جد الحاكم. وطبعًا معروف المعز لدين الله كان معاصر البابا أبراهيم بن زرعة. رقم 60 وفي عهده المعجزة الشهيرة بتاع الجبل المقطم وطبعا نحن نعلم أنه ما زال هناك معمودية اسمها معمودية السلطان موجودة في كنيسة ماريا يعقوب المقطع الملحقة بكنيسة أبو سفين في مصر القديمة ليها درجات كده من ناحيتين واللي يروح بيشوفها يعني علاقة بهذه الفترة يعني آه كمان معلومة تخص الحاكم أنه خلانه الاثنين كانوا بطاركة لأن أمه رومية من الروم اللي كان تزوجها أبوه العزيز بالله م. وعملت على إقامة اثنين من إخواتها واحد بطرك للروم في مصر م. والتاني بطرك للروم في أورشليم يعني خلانه الاثنين كانوا بطرك م. كل ده أنا بمهد عشان العيلة إيه لكن رغم كل هذا الحاكم كان له أمور غريبة جدا م. طبعا مشهور عنه منع الاكل الملوخي ودي ودي حقيقه ذكرها حتى المقريزي وذكر سببها لانها كانت البقله يعني من البقول يعني آه ال 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 التي كان يعشقها معاويه ابن ابي سفيان وبعدين منع اكل الجرجير لانها كانت العشبه المحببه للسيده عائشه المقريزي يعني قال كده يعني ليها اسباب يعني <applause> ومرة يمنع خروج السيدات من البيوت ومرة يخرجهم بس بفانوس ومرة يمنع الإسكافية أن يعملوا لهم الأخفاف يعني الصنادل أو كده عشان يعني ما يخرجوش كان يعني حاجات غريبة جدا جدا البعض يقول كان مجنون والبعض يقول موتور والبعض يقول أن هو يعني ربما كان تعبان نفسيا يعني إلى آخر الأمور دي كلها صعبة يعني أيام صعبة يعني أيام صعبة يعني أيام صعبة ولكن رغم هذا الكنيسة كان فيه شهداء عهده أنا ليه كتاب طلع من حوالي سنة سنة وشوية اسمه سبع شهداء مجهولين من عهد الحكم بأمر الله مم. من ضمنهم الشهيد فهد ابن إبراهيم الذي كان يرأس الدواوين يعني زي رئيس وزراء أيوة. يعني يعادل نفس الوظيفة اللي كان فيها المعلم إبراهيم الجهري مم. بس إبراهيم الجهري كان قرن 18 مم. ده كان في القرن العاشر ولعلك تعلم أو لا يعلم والإخوة المشاهدين أنا فهد ابن إبراهيم هو الذي بنى الكنيسة المعروفة الآن باسم كنيسة أمبرويس. مم. ولما استشهد على اسم المسيح دفن فيها لأنها تقع أسفلها مقبرته هو وأسرته. الكلام ده موثق وأنا كاتبه في الكتاب. وما زال جسده محفوظ في الناحية الإبلية من الكنيسة وعشان كده الباتاركة اللي دفنوا في كنيسة أمبرويس طلبوا أنهم يدفنوا جنب هذا الشهيد. وطبعا محتاجين أن احنا نسلط عليه الأضواء طبعا وللشباب بالذات عشان كده أنا عملت الكتاب ده يعني. المهم كان المعاصر بقى الاحداث دي كلها وللحاكم مين؟ هو البابا زخرياس رقم 64 مم. واصلا كان من كهنه الاسكندريه ورسم كان في هذه الفتره وبعدين اضطهد البابا لدرجه انه القاه للسباع انا هستسمح اتسك فضل. احنا هنقف عند اضطهد البابا مم. عشان هو حوار شيق جدا وهبقى سعيد اكتر ان اتسك هتاخد معانا دلوقتي واحنا قاعدين هنستقبل